كيفية استخدام تقارير التداول الذكية من أكويتي. باستخدام بوابة العميل يمكنك الوصول إلى تقارير التداول الذكية بالضغط على تبويب تحليل السوق. في هذه النشرة الإخبارية الفنية ستجد سيناريوهات تداول مختلفة وتحليلات يومية لتحركات الأسعار لكل منتج، حيث يغطي تقرير التداول الذكي أكثر من 20 منتج كالعملات والمعادن الثمينة والنفط والمؤشرات والأسهم. تظهر المساحة المتاحة لكل منتج سيناريوهان مختلفان، حيث يمثل كل سيناريو اقتراحات التحليل الفني نحو الاتجاه الذي يمكن أن يأخذه السعر. على سبيل المثال، يوضح السيناريو الأول إلى أين قد تتجه الأسعار وأين سيحدث السعر المستهدف. ومع ذلك، في حالة عدم تحقق السيناريو الأول، يأتي السيناريو البديل ليحل محله. وإذا انخفض السعر عن الحد الأقصى للسعر الوارد في السيناريو البديل، فإن السيناريو الأول لا يعد فعالاً. لا يقصد بهذه التقارير والتحليلات أن تستبدل تحليلك الخاص، لذا يوصى بإجراء بحث مستقل. ابدأ اليوم وانضم إلينا من خلال الرابط في صندوق الوصف.